عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. عجيب. طب ما هو أصلا رمضان بيعتمد على الأهلة في بدايته ونهايته، والحج بس في البداية، في بداية ذي الحجة مرة واحدة الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شوف قسم مواقيت للناس والحج في اللي أرى في هذا الباب، اللي أرى في هذا الباب ليش هيك أجت؟ مع أنه الزكاة تعتمد على الأهلة، لأنه سنة سنة إيش؟ قمرية. الصيام بيعتمد على الأهلة وأكثر من الحج، والحج بنعتمد على الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل، قسمها قسمين، مواقيت للناس ومواقيت للحج. عجيب. ما قالش مواقيت للناس ومواقيت للعبادة، لأنه أصلا مواقيت العبادة داخل فيها مواقيت الناس. يعني الناس بتوقت من ضمن توقيتها إيش؟ الصيام والصلاة والحج. يعني إحنا بتلاحظوا الصلاة معتمدة على حركة الشمس مثلا والأرض، علاقة الأرض بالشمس عفوا، الأرض مع الشمس. الصلاة، الصيام إلها علاقة بالقمر ومنازله، الزكاة إلها علاقة بالقمر، والحج إلها علاقة بالقمر، وهذا كله إيش؟ مواقيت للناس. طب ولا شو الحج؟ بدأ يتضح السر من قولنا إنه الحج اللي هو الحج عرفة، الحج عرفة شو كان؟ بداية أول حركة كونية. إذن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والزمن، لأنه صار الحج يعبر عن إيش؟ عن الزمن الأصلي. مش قبل شوي قلنا الحج عرفة، وعرفنا أنه عرفة بنص الرسول إنه هو بداية الحركة الكونية المنتظمة. إذن يسألوك على هلا قول مواقيت للناس في صلاتهم، في صيامهم، في 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 معاملاتهم، في حجهم، في كل شيء. والحج باعتبار حج إيش؟ بداية الزمن الفلكي المنتظم. مواقيت